لايك كومنت شير سبسكرايب هقتلكم اشتركوا هموتكم باي. ده مطعم رقم 3 في هاواي سيزر. سبق ونزلت لكم قبليه مطعم رقم 2 ورقم 1. ده مطعم رقم 3 مكان تجمر الأجانب، هتلاقوه عبارة عن أجانب في أجانب. أنا اخترت وقت بدري ما كانوش لسه جم. دي وجبة الإفطار في فندق هاواي سيزر بالاس. بوفيه الإفطار بيبدأ من الساعة 7 صباحا وبينتهي الساعة 10 صباحا. في البداية هتلاقوا ركن اللي هو الأطباق والبولات، وبعدين ركن العيش الفينو والقايزر والبلدي وأنواع مختلفة كتير من العيش. كل واحد طبعا هيختار الذوق اللي يناسبه. ده ركن الجبن واللانشون. ركن الجبن جميل، ركن اللانشون متوسط الجودة. يعني ايه متوسط الجودة؟ هو فريش وكل حاجة لكن مش احسن حاجة ممكن ناكلها. بعدين هنلاقي ركن السلطات والمخللات. المخللات جميلة جدا والسلطات جميلة جدا. ده ركن الفول المصري، في فول صحيح ما حبتوش ابدا، وفي فول مهروس كان جميل جدا وجنبه الاضافات اللي انت ممكن تضيفيه من توابل وزيت، وبعدين بطاطس مهروسة. ده ركن الكورن فليكس جميل جدا، في كورن فليكس سادة وكورن فليكس بالشوكولات وجنبه اللبن. ده ركن الطعمية والبتنجان المقلي، طعمية جميلة جدا. ما جربتش البتنجان خالص بس هو كان شكله جميل جدا. ده بقى كسكسي، مرشحش لحد انه ياخده ابدا لانه ناشف جدا. وده برضو السوسيس او الهوت دوج بالصلصة، برضو مرشحش لحد انه ياخد منه ابدا لانه مهري ومش حلو خالص. والرز بلبن اللي شفتوه اللي فات برضو مش حلو خالص، الرز معجن. ده بقى ركن البانكيك، هما بيطلقوا عليه البانكيك رغم ان انا شايفة ان العجينة عجينة كريب، لكن تحفة بصراحة، طعمها جميل جدا. لو حطيت عليها بقى شوية سكر بودرة وزجزاج كده عسل نحل هتبقى تحفة. بس هي حطيته عليها، ما حطتوش عليها الكريب اللي بيعملوه، هما مسمينه بانكيك، البانكيك لانه على شكل بانكيك. جميل جدا وتحفة بصراحة، احنا كنا دايما بنجيب منه. وده الفرنش توست طبعا جميل جدا، او البودنج توست، وبرده رز بلبن تاني زي ما قلت لكم، الرز بلبن معجن محدش ياخد منه. ده بقى البليله وشوفان باللبن، ما جربتوش بصراحه. ده ركن الزبادي جميل جدا، والاضافات اللي تحبي تضيفيها على الزبادي من عسل، انواع مختلفه من المربى جميله جدا. في زبادي ساده وزبادي بالفراوله، وفي عسل نحل ممكن تضيفيه على الزبادي، وانواع مختلفه من المربى ممكن برضو تضيفيهم على الزبادي، وممكن تضيفي الفاكهه على الزبادي. ركن الفاكهه دايما عندهم متميز وفريش وجميل جدا، وهتلاقوه دايما في معظم الوجبات سواء افطار غدا عشاء. عندهم مجموعه كبيره جدا من المخبوزات، لكن ملحوظتي عليها ان في بعضها فريش وطعمها تحفه وبعضها ناشف. اي حاجه على شكل نايتي كيك وكده وبيبقى عليه اي صوص او اي اضافة بتبقى تحفة وفريش وجميلة جدا. تعقيبي على المعجنات ان بعضها فريش وطعمها جميل جدا وبعضها ناشف، ما تتاكلش من اساسه. الركن ده فيه فطير متقطع، تاخدي القطع اللي انت عايزاها، وفي جنبيه ركن اللي هو بتاع التوست، وممكن انت تاخدي التوست اللي انت عايزاه وتحمصيه في الجهاز بتاع التحميص. وهناك زي ما انتم شايفين ركن البيض المقلي، تطلبي اي اضافات انت عايزاها على البيض بتاعك الشيف بيعملها لك. والبيض فعلا جميل جدا الشيف بيعمله، وفي كمان بيض مسلوق للناس اللي بتحب بيض مسلوق ومتعرفش تفطر غير بالبيض المسلوق، هتلاقوا بيض مسلوق موجود هناك كتير.
ده دوناتس وجنبيه كرواسون. الدوناتس لو ضفتي عليه زجزاج عسل نحل وسكر بودرة بيبقى جميل جدا، والكرواسون كان حلو جميل جدا. ده زي ما قلت لكم ركن التوست والجهاز اللي بيحمص التوست، وجنبيه الفطير، واحد السواح اهو بتاخد من الفطير. وزي ما قلت لكم ان المطعم ده بيكون مكدس بالاجانب، هو فيه دلوقتي قليل من الاجانب لان هم لسه ما كانوش جم المطعم، لكن شويه كده هتلاقوه عباره عن اجانب في اجانب. دلوقتي فيه شويه بس اللي هم ايه جم. هو المكان فيه 3 مطاعم، مطعم كبير قوي ومطعمين اصغر في الحجم. في واحد منهم اللي هو ده اللي هو مطعم رقم 3، الاجانب بيبقوا دايما متجمعين فيه، تلاقيهم يفطروا ويتغدوا ويتعشوا فيه. اكيد طبعا لاحظتم ان انا قسمت لكم المطاعم، رقمته لكم لمطعم رقم 1 ومطعم رقم 2 ومطعم رقم 3، الا ان في النهاية ال3 مطاعم بيقدموا نفس الوجبات، لكن في بعض الحاجات اللي متبقاش موجودة في المطاعم الصغيرة وموجودة في المطعم الكبير، لكن ال3 مطاعم بيقدموا نفس الوجبات، فطار وغدا. في العشاء بيكون برا على البسين، وبيبقى المطاعم مفتوحة ان اللي عايز ياكل جوه المطعم بيعمل الطبق بتاعه وبياكل في المطعم اللي هو عايزه، او بياكل برا على التراس في البسين. ده شكل المطعم كده من جوه ومن بره، ودول العاملين اللي واقفين عليه، هما بيهتموا ان هما يشوفوا انك تكوني لابسه في ايدك الاسوره بتاعت المكان، لو مش لابساها مش هتخشي، لازم تكوني لابسه الاسوره بتاعت المكان وملتزمه بيها، غير كده مش هتعرفي تخشي في هواي سيزر اي مكان نهائي. ادام الاسوره في الايد تقدري ان انت تاخدي اي مشروب او تخشي اي مكان مخصص للاكل او تاكلي اي سناك زي ما انت عايزه بالمقدار اللي انت عايزاه، لكن لو الاسويرة دي مش في ايدك. احنا شفنا ناس كتير جدا كانوا بيحاولوا يخشوا المكان، كان بيتمنعوا نهائي من ان هم يخشوا المكان لانه ما بتبقاش الاسويرة في ايديهم. حط لايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو حط لايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعليق، نشترك في القناة. حط اللايك.